لكن حابين نستعرض اعضاء اتحاد الكره ورئيس اتحاد الكره وهم بيتناولوا الازمه دي عشان نحط كل واحد قدام مسؤولياته. والله هي دي مأساة أكبر، لما نستعرض ونشوف كيف يرى أعضاء اتحاد الكرة الأزمة هنيجي نسأل نفس السؤال، متى يحاسب المخطئ والمتسبب في الأزمة طالما هنالك من أعضاء اتحاد الكرة اللي انتوا هتسمعوه بنفسكم عشان تتأكدوا أن النادي الأهلي بيبحث عن حقه المشروع واللي انتظاره لكل الفترة دي في رأيي شيء غير مبرر بالمرة، ويعني يثير كثير جدا 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 من التساؤلات. نطلع ونسمع كابتن حازم امام عضو اتحاد كره القدم المصري وهو يتحدث عن ازمه الخطاب الخاص باستضافه نهائي دوري الابطال. عايز اقول لك حاجه، ان ما فيش عضو مجلس اداره يعلم عن هذا الجواب اي حاجه تانية. نعم كنا يعني نعم. ففكره ان في حد مستهدف في النادي الاهلي يعني مش صحيحة تماما. نعم. لأن الجواب لما جه كان الأهلي بيلعب في البطولة والزمالك بيلعب في البطولة. نعم. والمصري بيلعب في البطولة وبيراميدز بيلعب في البطولة. صحيح. فكرة الأهلي هو اللي وصل طبعا، فالناس شايفة إن الأهلي فقط، لكن هو الجواب إحنا ما وصلناش. ما وصلنا، إحنا أول اجتماع كان لينا تقريبا يوم 21/2. نعم. فهو وزي ما قلنا وزي ما قلت في المؤتمر، إحنا يعني إحنا جينا أربع شهور، بقالنا أربع شهور. نعم. إيه اللي هيخليك تعمل حاجة البيرفكت او متعمد؟ انت ايه اللي انت جاي للناس كلها؟ نعم. اي حد اخطا او اي حد كان متساوي في الخطا اكيد هيعاقب يا كابتن. نعم. لا ضد لا هنتقطع على حاجه ولا مش جايين يعني. نعم. ضد نادي معين، انا بس عايز احط الفكره يا كابتن. أيوه. ان الخطا وارد. نعم. مش لازم يكون مقصود، يعني في ناس يقول لك هم قاصدين. هو الوقت لما جه ما كانش فيه، كان كل الفرق موجوده فيه، كل الفرق المصريه بتلعب. فأكيد الاتحاد مش عايز يأذي الفرق، أكيد الاتحاد جاي يساعد. نعم. ويساند. فهو ده اللي حصل، احنا كنا جايين من افريقيا، يعني ما اعرفش الناس عارفه مجلس الادارات مش هو الجوابات ما بيجيبوش على البيت، هو بيجي في الاتحاد. نعم. والاتحاد بيبقى من خلال ناس بتطلعه للمجلس او بتطلعه للاعضاء، يعني مفيش حد بيجيبه على البيت كل الجوابات اللي بتيجي لاي نادي او اي اتحاد، في ناس هي اللي بتبقى بتطلع لك الحاجات دي بتفند لك وتجيب اهميه. لكن زي ما اقول وقلت النهارده والوزاره قالت قبل كده ان اكيد المسؤول هيتعاقب. هل ستكون هناك شجاعه اعتذار؟ لانه حتى بعد ما النادي طبعا بنعتذر. نعم. طبعا بنعتذر اكيد. اكيد. لو في خطا تعتذر. هو نعم. هو مين ما بيغلطش يا كابتن؟ كل الناس. فيرجسون لما مشي من مانشستر قال لهم هاتوا ديفيد مويز احسن مدرب في انجلترا، قعد اسبوعين ومشي ولا شهرين ومشي. نعم. يعني مش مع يعني هو مش الناس كلها انزلت ان مفيش حد بيغلط، كل الناس بتغلط، اي حد لو انا غلطت بعتذر. ده كلام شديد الاحترام. في نعم. في غلط بنعتذر في. طيب. بس لو في غلط هل هو برضه يا كابتن معلش ما نحط عليها كتير يا كابتن، هو لا مش متعمد. نعم. وليس يتعمد لا نادي اهلي ولا نادي زمالك. نعم. ولا اي نادي في مصر، هو بسبب الاحداث اللي كنا فيها افريقيا. الدنيا كانوا معظمهم هناك. نعم. في الكاميرون، لما جينا كنا بنناقش الاحداث الممكن يعني اللي حصل ان حد سهي عليه وشافه بعد كده لما الدنيا انا مع يعني الديتيلز دي ما كانتش موجوده والتفصيله. نعم. دي ما كانتش موجوده، لان انا ايه اللي هيضرني ان انا هيجي لي جواب اروح محوله للوزاره؟ ايه اللي هيضرني انا كاتحاد يعني؟ صحيح. اعتقد النادي الاهلي تحدث عشان هذا الكلام. النادي الاهلي بس يا جماعه ما اتكلمش في موقف الوزاره، لان احنا هنا بنتحدث عن فكره عدم ضياع حق النادي الاهلي. لما نيجي نسمع كابتن حازم امام بيتكلم، الراجل بيقول اصل احنا هنبص ازاي الكلام ما اتعرضش علينا او ازاي القصه، واكيد لو في مقصر هيتحاسب. طب اعتقد ان في حاجه من الاثنين، يعني عندنا سيناريو واضح ان اتحاد الكره هو جزء مشارك في هذه الازمه بكل تركيبه من اول رئيس ومرورا باقل حد فيه، يا اما في خطا. طيب تعالوا يا جماعه نشوف التسلسل الزمني عشان نوصل لحاجه. عندنا الخطاب وصل يوم 19 يناير، كان في محضرين او اجتماعين لمجلس اداره الاتحاد، يوم 15 فبراير ويوم 21 فبراير. هل عرض على الاتحاد المصري لكرة القدم هذا الأمور في جدول أعماله أو هذا الأمر الخاص بالاستضافة؟ الإجابة لا، وده اللي قالته الوزارة إن لم يعرض عليك. إذن يا كابتن حازم أنت هنا عندك رد واضح أن هناك من قام بالتقصير في عمله بأنه هو لم يعرض عليك
قال في محضرين او في اجتماعين على جدول اعمالك فكره استضافه النهائي، خلاص عندك بشكل واضح، والنهايه انتهت في 28 فبراير بنهايه المهله. كل ده انت كمجلس حضرتك تم تغييبك عن الامر. هنا المجلس تم اغفال نقطه مهمه عنده، وهي فكره عرض ده ضمن جدول اعماله. هنيجي بعد كده لنقطه جديده، وهي ان في 10/4 في ابريل بتتقدم بعد انتهاء المده، يعني بشيء ليس له قيمه في الوقت ده. هنا نرجع ونسال نفس السؤال، حضرتك عندك تسلسل الامور واضح وصريح لم يعرض عليك، انت هنا ايه المصلحه في ان او عدم محاسبه الشخص المقصر، او فكره ان انت ما تعرضش لهنا الشارع الاهلاوي والراي العام الاهلاوي، ان ازاي لم يعرض عليك في مجلسك لمده جلستين قبل انتهاء المده المحدده من الموظف المختص القصه اللي تخص الاستضافه؟ يبقى انت عندك المقصر واضح وعندك الامور واضحه والخطأ واضح. السؤال اللي بنرجع نكرره، لما كل ده واضح وكل ده تم التأكيد عليه من الجهات الرقابية، لماذا حتى الآن لم يخرج حساب واضح وصريح للمقصر في هذه القضية يا أسامة؟ هو أنا أصلا مستغرب أن كابتن حازم إمام بيقول لو إحنا أخطأنا نعتذر، لو هو إحنا لسه داخلين في مرحلة الاحتمال يا كابتن حازم، ومش مدرك حضرتك كاتحاد كرة أو عضو في اتحاد كرة القدم أخطأت أو لم تخطئ، فلو إحنا أخطأنا نعتذر؟ لا يا كابتن حازم، ده اعتذارك ده لازم يطلع بوضوح وشكل صريح ان احنا اخطأنا وبنعتذر وهنحاسب المسؤول. مين المسؤول؟ المسؤول تبعا للي جاء في لجنة التحقيق من وزارة الشباب والرياضة، وهي بتتكلم بوضوح، وممكن نعرض الصورة عن ان اتحاد كرة القدم هو المخطئ الاول، وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الامر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد. يعني ايه؟ يعني انت عندك اداره تنفيذيه، يعني مش هينفع نعيش في الاتحاد بدور النعام، يجي لنا الموضوع فنحط راسنا في الرمل. لا يا باشا، احنا مش نعام في كره القدم المصريه، ولو في نعام متواجدين في اي جهه مش هنقبل بالكلام ده في النادي الاهلي. القصه واضحه وصريحه والادانه واضحه وصريحه في بيان وزاره الشباب والرياضه، ان عندك الاداره التنفيذيه ما عرضتش عليك الخطاب اللي جه من الكاف في الاجتماعين اللي تموا في شهر فبراير. السؤال هنا برضو الكابتن حازم، انت المفترض عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، لما يطلع نادي بشكل رسمي يوم 1 مارس ويقدم الشكر للاتحاد ويقدم الشكر للوزير ان هم تقدموا لاستضافة نهائي الكونفدرالية، ده ما بيطرحش عليك تساؤلات انك تبحث هو في ايه؟ هو الكلام ده حقيقي ولا ده اجتهاد من مسؤولين في نادي اخر؟ هو في فعلا خطاب؟ هو ما فيش خطاب؟ اي اسئلة من هذا القبيل. لكن لسه بعد كل ده كابتن حازم طالع تقول احنا مش وحشين قوي لكن احنا كويسين، ولو اخطانا نعتذر. لا، مش لو يا كابتن حازم، حضرتك اخطات ولازم تعتذر، وايضا تبعا لقرار المجلس اداره النادي الاهلي النهارده لازم تحاسب المقصر. لكن كان في عضو بقى اكثر وضوحا من كابتن حازم امام في قصه الخطا، وهو الكابتن ايهاب الكومي. نطلع نشوف قال ايه في موضوع خطا خطاب الكاف اللي ما اتبعتش للوزاره ونرجع نعقب. فهذا الخطا الغير مقصود بالمره من المجلس إدارة الاتحاد المصري وخطأ تنفيذي زي ما شافت اللجنة، والخطأ التنفيذي سيعاقب من تسبب فيه وسيعلن ذلك خلال فترة وجيزة. فكامل الاعتذار لجماهير الكرة المصرية، كامل الاعتذار للنادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي الكبيرة والعريقة عن خطأ غير مقصود بالمرة من قبل مجلس الإدارة. آدي اللجنة قالت إن مجلس الإدارة لم يعرض عليه هذا الأمر، وبالتالي تم تشكيل لجنة بتشوف مين اللي تسبب، وخلال أيام بسيطة هيعلن اللي تسبب في ذلك والعقوبة الموقعة عليه. ده كلام مسؤول جوه الاتحاد المصري لكرة القدم بيتفق تماما مع وجهة وتوجه النادي الأهلي والمفترض وزارة الشباب والرياضة. الراجل واصل له بوضوح أن الإدارة التنفيذية هي اللي فيها خطأ، وبالتالي قال سيتم معاقبة المخطئ وسيعلن عن ذلك. طيب الكلام ده بقاله كام يوم منتظرين ايه عشان تعاقبوا المسؤول؟ ده حضراتكم ما انتظرتوش على ايهاب جلال 14 يوم واقلتوه وهو رايح الطياره. يعني انتوا اتحاد بيتمتع بقرارات سريعه، ولا القرارات دي عشان كانت عامله حاله من حاله الغليان
في الشارع القروي على الاتحاد نفسه، فبدأنا نطلع حاجة كبش فدا تهدي الجماهير شوية، فروحنا لإيهاب جلال. لا أنا عايزك بنفس اتجاهك ده واتخاذ القرارات بالسرعة دي، أنت دلوقتي ما بين إيديك نتائج وتوصيات من وزارة الشباب والرياضة، وحضرتك دلوقتي متمثل في عضو اتحاد كرة القدم زي اللي عرضناه الأستاذ إيهاب الكومي، بيقول عرفنا الخطأ بنعتذر للنادي الأهلي، قلنا شكرا على الاعتذار، اعتذار مقبول، ولكن احنا في النهاية عايزين محاسبة المخطئ، لأن اللي أخطأ أخطأ في حق مصر وحق أندية في المنظومة، ولازم يكون في شفافية. وبالتالي حضرتك احنا منتظرين في أسرع وقت ممكن ان يكون في محاسبه للمخطئ واعلان ذلك. فكره ان يكون في تضحيه بموظف صغير على اساس حمايه موظف كبير، اعتقد ده مش هيكون موجود ولا مقبول بالنسبه للشارع القروي ولا مقبول بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وقبلهم طبعا مجلس ادارته. الاخطر من كده يا اسامه واللي انا شايفه ان جمهور النادي الاهلي في هذه الازمه بيتساءل، يا جماعه عندك جمهور النادي الاهلي مع ادارته مكون رئيسي لهذه الازمه وبيحاسب وبيراقب وبيتكلم، النادي الاهلي اخذ كل المسارات الرسميه، النادي الاهلي اخذ كل الاجراءات الرسميه، النادي الاهلي خطب كل الجهات المعنيه بحيثيات قرارات من جهات الرقابيه طلعت واثبتت ان موقف النادي الاهلي صحيح، هو لما تطلع الوزاره وتؤكد في بيانها ان الاتحاد كان هو المنوط به مخاطبه النادي الاهلي والاتحاد من خلال ادارته التنفيذيه والمقصر، هنا يا جماعه الجمهور بيكون عنده حاله من علامات الاستفهام، ما هو ايه اللي يهدي الجمهور؟ وايه اللي يريح الجمهور؟ وايه اللي يخلي الجمهور حاسس ان فعلا لما اداره النادي الاهلي راحت في الموضوع ده لمسار معين حصل محاسبه المسؤول؟ ايوه زي ما انا قلت ان المسؤول يحاسب، فتبدا تحس ان فعلا خدنا مسارنا الطبيعي كاداره النادي الاهلي ونتج عنها محاسبه المقصر، انما يا جماعه الخلل مش في المعادله في اجراءاتك، النادي الاهلي اخذ اجراءاته بكل قوه وطلعت وايدتها الوزاره وايدها مسؤولين الاتحاد اللي انتوا سمعتوهم واللي لسه هتسمعوهم، الخلل في نقطه واحده بس ان المحاسبه ما حصلتش، والنادي الاهلي لا يملك دور المحاسبه، النادي الاهلي يملك دور ان هو يتوجه للجهات المعنيه، ولكن يا جماعه النادي الاهلي لا يملك في يده فكره قرار المحاسبه، هو ليس سلطه رقابيه، فهنا حتى اداره النادي الاهلي عملت كل اللي عليها وجمهور النادي الاهلي بينتظر المحاسبه وما بنلاقيش المحاسبه حصلت، وده هنا السؤال اللي عليه 100 علامه استفهام. شفنا اعضاء اتحاد الكره بيسمعوا، طب تعالوا بقى نسمع رأس المنظومة الخاصة باتحاد الكرة وهو يتحدث عن نفس الأزمة، عشان ترجعوا تسألوا نفسكم للمرة المليون هو ليه ما حدش اتحاسب لحد دلوقتي. احنا مختلفين في حاجة واحدة يا احمد ديه. لا مختلفين يا احمد ديه، عارف ايه مختلفين في حاجة واحدة بس، ان انت عايز تقول مش هنا وده يقول مش هنا، احنا مش بنقول. لا انا لو عندي عندي جوه يا جمال بيه، دي مسؤوليتكم يا فندم، دي مسؤوليتكم، مسؤولية الاتحاد، التقديم ده مسؤولية الاتحاد مش النادي، الاتحاد يا احمد بيه. ثواني بس يا احمد بيه، انا لو عندي خطا واتفهم خطا داخلي انا هحاسب المسؤول. لا عند حضرتك مصيبه مش خطا، مصيبه. انا بقول لك اللي موجود داخلي مصيبه مش خطا، اي حد جوه هيتحاسب. انت ضيعت حضراتكم، ضيعت التنظيم على مصر مش على الاهلي، على مصر. اتفضل يا احمد بيه. احمد بجاد اخويا الصغير هو عارف ان جمال لما بيحصل ما حد خطا ما بيسيبوش. نعم طيب ماشي، فين المشكله في كده؟ انا عندكم مشكله، عندكم في الاتحاد. طب تسمح لي احمد بيه، في لجنه دلوقتي يا احمد بيه، انا قلت لك في لجنه من وزاره الشباب والرياضه بتحقق في الموضوع، تتقصى. انا مش جيت تحقيق. نعم انا جاي التحقيقيه من الوزاره، هتقول لي فلان ده غلطان مش هسيبه. هتعمل له ايه يعني؟ ربنا سهل ساعتها، ربنا سهل. هل الجواب، معلش احمد بيه مجاهد خلي حضرتك معايا، هل الجواب اتعرض على حضرتك يا جمال بيه ولا لا الاول لجام الاتحاد الافريقي؟ ماشي، في لجنه دلوقتي، بدل ما اقول كلمه تطلع اللجنه. انا بسال سؤال، انا بسال سؤال. لا اللجنه يا احمد بيه ده ادام في تحقيق من الوزاره انا ملتزم بالتحقيق بس، واعرف فين الخطا. حضرتك عارف بالجواب ولا مش عارف؟ طيب انا هعرف الخطا فين يا احمد بيه، انا عايز اعرف الخطا فين بس. لا حضرتك ما عرفتش بالجواب لما جه اصلا ولا عرفت؟ يا احمد بيه انت كده هتعترض على اللجنه اللي لا انا مش هقول حاجه غير لما اللجنه تخلص التحقيق يعني، لكن الناس مش عايزانا ان احنا نمشي وحدينا، احنا نمشي ما عندناش مشكله خالص. ده قرار
هيبقى لو حصل تحقيقات وتم الاعلان عنها من جانب الدكتور اشرف صبحي؟ بالظبط بالظبط بالظبط. يعني لو طلع قرار الناس مش عايزين انا امشي وحدي، انا اقول سلام عليكم، والناس اللي معايا ناس محترمه هتمشي برضه وتقول مع السلامه عليكم. الكلام سهل والكلام مفهوم في كل حاجه الا حاجه واحده، انتوا عارفين جمال علام لما بيعرف ان في خطا فين بيحاسب المسؤول؟ احنا مش عارفين، يعني لو استاذ احمد مجاد يعرف احنا مش عارفين، احنا لم نختبرك قبل كده. فبالتالي انت دلوقتي قلت انا عايز اعرف الخطا فين، طب الوزاره قالت لحضرتك الخطا فين؟ انا مش جهه تحقيق. حلو، كلامك صح، انت مش جهه تحقيق، برافو، متفق معاك. ولكن لما جهه التحقيق ترجع وتقول لك نصا ان عندك الاداره التنفيذيه اخطات، اصبحت انت مش جهه تحقيق ولكن انت جهه محاسبه. فأين المحاسبة اللي انتوا بتتكلموا عليها كل الفترة اللي فاتت ولم تخرج محاسبة؟ وارجع واقول إدارة النادي الأهلي لما بتيجي تقابل ان هي قامت بكل إجراءاتها وتم إدانة جهة ما، والجهة ما اللي هنا بيتها ان هي تحاسب لا تحاسب، يبقى انت بتضع الجميع في حرج. وهنا التستر على المحاسبة هو جريمة أشد وأكبر من الخطأ، لأن الأولى أقدر أفترض فيها حسن النية ان انت لسه ما تعرفش، وإن جهات التحقيق ما قالتش، وإن جهات التحقيق ما عملتش، فأنا حاسب إزاي ولسه في جهات تحقيق؟ كل ده أفهمه، ولكن أما وإن أصبح هناك قرار من جهات التحقيق قالت لك الخطأ فين، فهنا خطيئة في إن أنت لا تحاسب المقصر. والنادي الأهلي يا جماعة لديه حق لديكم، ولن نقبل أبدا بإن المقصر اللي أنتوا كلكم بلا استثناء قلتوا هيتحاسب ما يتحاسبش. هو الحقيقة أنا مختلف معاك في بعض النقاط. المفترض رئيس الاتحاد هو لما يجي يثأر لاحترام أعضاء واللجنة التنفيذية للاتحاد لمنصبه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. ليه؟ لأن أنت حضرتك رئيس الاتحاد في مدير تنفيذي وضعك في مأزق شديد جدا أمام الإعلام الرياضي وأمام النادي الأهلي وإعلامه ومجلس الإدارة تحديدا. ألا وهو إيه؟ أن حضرتك جيت حضرت اجتماعات كرئيس اتحاد والمدير التنفيذي اخفى عليك خطاب 19 واحد او اهمل انه يبعت لك الخطاب اللي وصل له من الكاف يوم 19 واحد. فحضرتك لما تطلع المفترض قبل ما النادي الاهلي يعقد مؤتمر ويضع الجميع امام مسؤولياته ووزاره الشباب والرياضه تبعت لجنه للتحقيق وحضرتك تقول انا مش هتكلم الا لما لجنه التحقيق تيجي، كان المفترض حضرتك صاحب قرار يحفظ ماء وجه رئيس اتحاد كرة القدم المصري أمام الإدارة التنفيذية للاتحاد المصري لكرة القدم. حضرتك مدير المؤسسة دي، جاء فرد أو مجموعة من المؤسسة دي وصلتك للحالة دي أنك أنت قاعد في الاتحاد مش عارف إيه اللي داخل إيه اللي رايح، بتعمل اجتماعات والدنيا الاتصالات بين الكاف والاتحاد أنت مش عارفها. فده أولا المفترض بدل ما تقول يا أحمد بيه أنا بعرف أحاسب وأحمد بيه مجاهد أخويا الصغير وبقيت أحمد بيه وأحمد بيه وجمال بيه، حضرتك يا جمال بيه حاسب المدير التنفيذي أو الجهة التنفيذية اللي وصلتك للمرحلة دي، ده رقم واحد لو إحنا عاوزين إيه؟ لو إحنا عايزين نتبع حسن الظن في الأمر. لكن في نقطة حضرتك مش واخد بالك منها يا جمال بيه علام، ألا وهي إن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد متأخرا 10 إبريل والخطاب الذي تم إرساله للوزير متأخرا 14 ابريل حضرتك موقع عليه ومفيش فيه نهائي دوري ابطال افريقيا، موقع عليه وموجود نهائي الكونفدراليه فقط لا غير. فحضرتك جاي تبيع فكره ان انت هتحاسب المسؤول لمين وانت اساسا من ضمن المفترض اللي يتحاسبه، هتبيعها لمين؟ يوم 14 ابريل يا استاذ جمال مين اللي وقع الخطاب اللي راح للوزير ما فيهوش نهائي دوري ابطال افريقيا؟ مين؟ حضرتك وجاي متأخر. يعني بدل يعني ما تاخد قرار لنفسك أولا إن المدير التنفيذي أخفى عليك الخطاب، جاي مستني لسه لجنة تفتيش إنها تقول لك مين المخطئ عندك. طب ده حضرتك أصلا مخطئ في 14 إبريل في الخطاب اللي أنت بعته للوزير مفيش فيه نهاية دوري أبطال أفريقيا. وأنا برضو بقول لا، إحنا جربنا الأستاذ جمال علام لما الكابتن محمود الخطيب يرسل من مدير تنفيذي لنائب الرئيس النادي العمري في فاروق وده وزير اسبق والمدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي عشان ياخد المخاطبات اللي ما بين الكاف وما بين الاتحاد المصري لكره القدم ونقعد 4 أيام على ما ناخد المخاطبات دي ويتدخل وزير الشباب والرياضه، لا حضرتك مسؤول، حضرتك مسؤول، حضرتك بتخطا خطا متعمد مش غير مقصود زي ما بيتم الترويج ليه. فحضرتك طالع بتقول انا حاسب، اكتفينا وارتضينا
ان حضرتك تحاسب. طب حاسب بقى، ولا هو المطالب ان احنا اللي نحاسب على اخطاء الغير، اخطاء المؤسسات الرياضيه الاخرى؟ لا، ده مش مطالب ابدا ومش مقبول ابدا، وما زلنا منتظرين المحاسبه للاداره التنفيذيه، بما ان الاستاذ جمال بيه علام شايف ان هو مش مخطئ، وشايف ان هو لو حط ايده على الخطا، وفي قصور ان انت مش قادر تحط ايدك على الخطا من البدايه، ولكن جات مساعدات ورتك الخطا فين. فنرجو قرار بمعاقبه الاداره التنفيذيه والاعلان مثلما اعلن الاستاذ ايهاب القومي عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. القضيه سهله، القضيه بسيطه، لابد ان يتم محاسبه المسؤول، حتى لو ارتضينا ان جمال بيه علام ما كانش واخد باله ان المدير التنفيذي ما ارسلوش خطاب وصل بتاريخ 19 يناير وما عرضوش عليه. الاولى انك فعلا تحاسب المسؤولين داخل الاتحاد لهيبه منصب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وبعدين بتيجوا لما تيجي تحطوا في ازمه امام الاعلام ونقول ان كره القدم المصريه بتتراجع، بنتشبث بالنادي الاهلي. ده رد للكابتن حازم امام في فيديو عن تراجع كره القدم المصريه، اسمعوا عشان عندنا تعليق مهم جدا. احنا دايما بنشوف نفسنا قليلين. لا احنا مش قليلين ولا حاجه، احنا الاهلي وصل فاينل افريقيا السنه دي، السنه فاتت واخد البطوله، السنه اللي قبلها واخد البطوله، مصر راحت كاس عالم اللي فات، مصر وصلت لنهائي بطوله افريقيا مرتين، الزمالك واخد الكونفدراليه، بيراميدز راح مرتين او مره فاينل كونفدراليه، فمصر فيها لسه. كنا 2006 واخدين بطوله شمال افريقيا وديه على مستوى يعني قصدي الجيل الصغير، فاحنا عندنا حاجات كويسه. في حاجات وحشه طبعا اكيد، النتائج احنا عندنا احسن من كده، فده اللي نشتغل عليه. بس دايما ما نبصش ان احنا سيئين وان احنا فين والناس فين، احنا الناس بره. وانا يعني اعرف صحابي كتير جدا في شمال افريقيا وفي جنوب وغرب افريقيا، دايما بيشوفونا ان احنا مثل اعلى، ودايما يشوفونا ان هم انتوا ازاي كده. اقول لهم تعالوا شوفوا انتوا في مصر عندنا الناس بتقول على بعض، يعني بيشوفونا احنا ازاي او بيشوفوا الكوره عندنا ازاي. احنا دايما شايفين نفسنا اوحش حاجه، احنا مش كويسين بس احنا مش وحشين قوي، مش كل حاجه وحشه عندنا. مصر فيها حاجات كتير كويسه وفي كوادر كويسه جدا. تمام، انا بس بتكلم في فكره ان احنا دايما بنبص للاجنبي او للعربي اللي بيعمل حاجه ان هو ابصوا بيعملوا ايه. لو انت عملت نفس الشيء بتهان. يعني مع احترامي مثلا منتخب الجزائر منتخب كبير جدا، قبل البطوله كان بيقول لك بص المنتخب واحنا منتخب مصر عمل ازاي. المنتخب الجزائري طلع من الدور الاول وطلع من كاس العالم، والناس متمسكه بمدرب كبير جمال بالماضي، مدرب كبير جدا، مدرب محترم جدا. يعني سبت كل الأمثلة يا كابتن حازم اللي في الدنيا ورحت المنتخب الجزائر والشعب الجزائري بيقول علينا إيه؟ طب خليني أقول لك الشعب المصري بيقول على رئيس الاتحاد الجزائري إيه؟ بيقول عليه لما الراجل ده أخفق في إنه يحافظ على لقب بطولة أفريقيا اللي خدها من مصر من أرضنا لما طلعنا من دور الستاشر، وأخفق في الصعود لكأس العالم، الراجل مشكورا طلع تحمل المسؤولية كاملة وقدم استقالته. ده اللي بيحصل في الجزائر يا كابتن حازم. اللي بيحصل عندنا ايه؟ بنقيل المدير الفني. احنا مش وحشين قوي، طيب احنا زي الفل، احنا كويسين، احنا حلوين. طب ايه اللي مخلي الصوره حلوه يا كابتن حازم؟ يوم يبدا منين؟ شوف النادي الاهلي وصل نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي، السنه اللي قبلها كان هو حامل كان البطل، السنه اللي قبلها هو البطل، وبدا يعدد في بعض الانجازات اللي اتحققت للانديه المصريه على مدار العشر سنين الاخيره، ولكن النادي الاهلي هو البطل لدوري ابطال افريقيا، وبيتكلم عن نهائي دوري ابطال افريقيا اللي النادي الاهلي خسره لان لم يجد اتحاد كره قدم مصري حريص على حظوظ الانديه المصريه في تكافؤ فرص داخل الكاف. الكابتن حازم امام لما حاول يحسن صوره كره القدم المصريه بدا بالنادي الاهلي. ده النادي الاهلي يا كابتن حازم اللي بيبحث الان عن حقوقه، اللي بيبحث الان عن المسؤول عن ملف نهائي دوري ابطال افريقيا، وكابتن حازم طالع بتقول لو اخطانا. لا، اخطات يا كابتن حازم والصوره اصبحت واضحه. فبما انك شايف ان النادي الاهلي في مقدمه الانديه ويمكن كمان سبقته على منتخب مصر في تحقيق الانجازات الفتره الاخيره في شكل وماء وجه كره القدم المصريه في افريقيا، فبالطبيعي انك تحافظ على ماء وجه اتحاد كره القدم وتحاسب المسؤول اللي حرم النادي الاهلي من تكافؤ فرص وفرصه عادله في تحقيق اللقب لثالث مره على التوالي كاول فريق في تاريخ القاره الافريقيه.
يمكن يا اسامه هو متفق معانا في كل اللي احنا بنقوله بقالنا ثلاث حلقات، يمكن هو راح لحته احنا اتكلمنا فيها هنا وحطينا منتخب مصر ونادي الزمالك والنادي الاهلي وبطولاتهم اخر 20 سنه ولم يكن عندنا حرج، وقلنا بالعكس منتخب مصر في ظل منافساته وفي ظل قدرته حقق 3 دوري ابطال افريقيا، ولكن النادي الاهلي هو الذي يحفظ ما تبقى من هيبه الكره الافريقيه على مستوى الانديه، وقلنا ده يا جماعه ليس شعارات، اخر 20 سنه لم يحقق دوري الابطال اي فريق مصري غير النادي الاهلي، فبالتالي النادي الاهلي اخر 6 سنين بيلعب 5 نهائيات، ده اللي احنا اتكلمنا فيه هنا، ده اللي احنا قلناه، فانت يا كابتن حازم عملت كل استنتاجاتك الصح، ان النادي الاهلي ودوره، والنادي الاهلي فعلا زي ما دايما بكررها هو القاطره اللي بتجر عجله الكره المصريه كلها، بس انتوا عملتوا ايه مع النادي الاهلي؟ عملتوا اصعب واسوأ حاجه ممكن تتعمل، وحتى مبدا المحاسبه ما شفناش حد بيحاسب، وزي ما بنقول كابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي سعت بكل السبل للحفاظ على حق النادي الاهلي، ولكن صدقوني والله يا جماعه ان معنى ان المنطق والصح ما بيتعملش ان المخطئ بيحاسب مش معناها ابدا ان انت ادخرت اي جهد في ان انت توصل لحقك، ولكن في حاجات كتيره جدا 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 صدقوني موازينها مقلوبه.